بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد يا أصدقائي، عدنا لكم في تحديث المعلومات حول الانفجار الهائل الذي هز مدينة عدن، مع معلومات وإحصائيات وفيديوهات مروعة جديدة. إذن بدأت تلك الكارثة باشتعال حريق في محطة الغاز نتج عنه انفجارين. ببساطة، كان هناك صهريج غاز، أي ناقلة غاز قاطرة تقوم بتعبئة الغاز في المحطة، ثم اشتعل حريق في المحطة. الانفجار الأول كان في المحطة نفسها، أما الانفجار الكبير الذي هز مدينة عدن فنتج عن انفجار صهريج الغاز المتنقل ذاته. الآن فهمنا سبب شدة وقوة هذا الانفجار الذي حول ليل عدن إلى نهار. طيب، ما هو سبب الانفجار؟ الآن لدينا روايتين، هذا ليس كلامي، هذا ما ورد في الصحافة العدنية خلال الساعة الماضية. هناك روايتين. الرواية الأولى، قام أحد الأشخاص بإلقاء عقب سجائر حبة دخان، ألقاها جوار المحطة، وأثناء تعبئة الغاز من الصهريج إلى المحطة اشتعلت المحطة. أما الرواية الثانية فتقول أنه حدث شجار في المحطة، فقام أحد الأشخاص بإطلاق عيار ناري، رصاصة أصابت المحطة أو الصهريج، وهكذا بدأت الكارثة. وحتى الآن لا يوجد أي تأكيد رسمي على صحة تلك الروايتين. أما تحديث المعلومات بالنسبة للضحايا، كشف مدير الطوارئ والإسعاف في مكتب الصحة في عدن الدكتور أنور سيلان، قال وصل عدد الوفيات إلى 3 أشخاص، فيما 5 حالات عادية وحالتين في الإنعاش. وقال أن هناك حالات تم تحويلها إلى مستشفيات الأمريكي والبريهي والوالي. ولكن هناك شيء في تصريح الدكتور سيلان أنا ما فهمته، هو قال نصا عندما بدأ الحريق بالانطفاء ظهر جثث متفحمة وعددهم يبدو كثير. هذا التصريح يناهض العبارات الأولى في التصريح نفسه. هل 3 ضحايا كقتلة هذه حصيلة أولية، أم أن هناك العديد من الأشخاص المحروقين ولكن لازالوا أحياء وإصاباتهم خطيرة؟ نرجو السلامة للجميع. في حين أنه مصدر مسؤول في أمن عدن أكد أنه حصيلة ضحايا الانفجار اللي تم رصدهم في المشافي يبلغ 18 مصاب، إصابات بعضهم بالغة. وأكد هذه المعلومات أيضا الموقع الرسمي للناطق باسم القوات الجنوبية المسلحة، أفاد بإصابة 18 شخص من جراء الحادث الذي وقع في مديرية المنصورة شمال محافظة عدن دون تسجيل وفيات حتى اللحظة. تضارب المعلومات هذا غريب، البعض بيقول 5، قناة العربي قالت 5، التلفزيون العربي مدير الصحة بيقول 3، في بيانات يعني المراسل أحد القنوات قال 4، المتحدث باسم القوات المسلحة قال ما حدش مات. أعتقد أنه خلال الساعات القادمة ستتضح كافة المعلومات بدقة. أسفر الانفجار حتى الآن عن دمار هائل في المنطقة المجاورة، ما أدى إلى أضرار مادية في منازل المواطنين. أكيد العديد من السيارات رأينا في الفيديوهات اشتعالها بالنيران، محلات تجارية. ناس تواصلوا معنا من المتابعين من عدن وأكدوا لي شخصيا أنه العديد من المحلات التجارية، البعض بيقول 15 أو 16 محل، هذه اشتعلت فيها النيران. طبعا تدافع عشرات السكان للهروب من منازلهم بعد سماع دوي الانفجارات وتطاير الشظايا، وتسببت الانفجارات في تحطم زجاج المنازل، كما أحدثت دمار هائل بالغ في المحال التجارية المجاورة، بالإضافة إلى تضرر مرفق حاشد الصحي القريب من المحطة. أكيد هذا الانفجار كان تقريبا على منتصف الليل، صوت هائل جدا، يعني كان الله في عون الناس في عدن، وإن شاء الله برد وسلام عليهم، ونسأل الله السلامة وأن لا يكون هناك أي قتلة في هذه الحادثة، ونرجو كذلك التعافي لكل المصابين. أكيد أهلنا في عدن مصابنا ومصابكم واحد، نتمنى لكم السلامة. وفي ختام هذه الحلقة، هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعاً.